الشركه تاسست عام 2013 70 منخرط. كان النشاط الانشطه اللي تاسست عليها الشركه هو مركز تجميع الحليب وتحسين دخل الفلاح، وجمعنا حوالي 170 فلاح من صغار الفلاحين. بدينا نخدموا في شراكه مع التعاون الالماني بدعم المندوبيه وزاره الفلاحه. بدينا في روجيه اللي هو المشمش، تحسين الجوده نتاع المشمش على مستوى الانتاج وعلى مستوى الترويج. عاوننا في برشا ماتريال اللي هو سهل لنا الخدمه، قدمنا خدمات به الفلاحتنا، ولينا نجمعوا المنتوج نتاعنا الكل لهنا في الشركه ونبيعوه مع بعضنا. ربطنا العلاقه مع البحث العلمي لتحسين انتاج المشمش ومحاربه الشويكه الصغرى، واللي عملنا تكوين حتى الفلاح باش ما عاد باش ولا يعرف كيفاش يحاربها. كنا 8 نساء، بعد التطور العدد كبر بشوية بشوية، ولينا 22 واليوم ولينا 60. قمنا بعديد دورات تكوينية في التسيير الإداري والتقني للشركة التعاونية وللمجموعات النسائية بصفة خاصة ونشاطاتهم، وتمكينهم من عدة ماكنة في هذا المجال، وهذا الكل معنى لتحسين منتوجاتنا وتقديمها في أحسن صورة وندخل بها بأكثر معنى للسوق. تزامنا مع البلاتفورم مع جي زيت بروجي باد، كنا ديما نسعوا باش نلقوا الحلول بما فيهم أوجدنا معنا نقطة بيع المنتوجات الفلاحية اللي يقع تثمينها في شركة الوفاء، وعملناو معنا عاشت الشركة تجربة، خرجنا لتركيا باش شفنا كيفاش يقع تثمين المشماش، خذنا تجربة تجفيف المشماش في إطار العلاقة التجارية مع ليناغرو، وصنع على إطار وعلى مستوى الشركة سيتم معنا إنتاج كميات كبيرة ودخول بها الأسواق. المهمة بتاعي تتمثل في مراقبة القطيع، نخرج لمربي أبقار الحلوب على عين المكان قصد تقديم نصائح وإرشادهم وتوعيتهم من أجل تكثيف كميات الحليب كما وكيفا. قمنا بتجهيز المركز هذايا بالطاقة الشمسية، وبدينا وانطلقنا مؤخرا في تجميع الحليب مع 10 فلاحة، العدد محترم لكن في تزايد كل يوم. التعاون الألماني جي زاد دعمنا في المشروع هذايا مبدئيا من خلال ايام تكوينيه في تربيه الابقار الحلوب، وتشجع باش انه يقوم تربيه الابقار بالنمط الحديث. ان شاء الله في السنوات القادمه هدف من اهدافنا ان نوصلوا لتجميع 20 ألف لتر في اليوم.